نشكر الشعب المصري على الاستضافة وخاصة فريق الأهلي اللي استضافنا استضافة طيبة. نحن في بلدنا الثاني وإن شاء الله حتكون مقابلة في القمة وحنسعد الجمهور المصري والجمهور الجزائري بالأداء إن شاء الله وليكون مركز بيان في طيلة 90 دقيقة هو اللي يتأهل وإن شاء الله إحنا نوعيين بالمسؤولية اللي تسنى فينا وإن شاء الله نديروا اليد في اليد باش نتأهلوا إن شاء الله. المباراة الأولى كان جمهور أكثر من رائع من جمهور الشبيبة هناك وملعب كان مليء بالمدرجات أيضا كمان يمكن نفس الأمر يكون مع فريق النادي الأهلي. بتشوف نقطة الجمهور وأنت عارف يمكن جمهور النادي الأهلي ليه صولات وجولات كبيرة جدا مع النادي الأهلي، هل الأمر ده هيبقى ليه تأثير عليكم ولا أنتوا بتتعاملوا مع الأمر ده إزاي؟ نحن نتعاملوا مع الأمر ما يخفيكش بالإيمان، في الجزائر احنا نلعب بمدرجات ممتلئة عن آخرها وحنا يصحنا الشرف باش نلعبوا ضد فريق الجمهور فريق الأهلي في جمهور تعريف وإن شاء الله تكون مقابل وتكون بكل روح رياضيه بين الشقيقين الاهلي والمصري وكما قلت لك اللي يكون مركز طيله 90 دقيقه هو اللي حيفوز بالمقابله ان شاء الله. ابرز التعليمات اللي من المدير الفني ليكوا ايه وانت كمان كلاعب خبره بتتكلم ازاي مع لعيبه شبيبه الثوره، يعني قول لنا الكواليس يا كابتن. نو ما يخفالكش باللي احنا شرف لينا كبير باش نتقابلوا مع الفريق فريق القرن فريق الاهلي، ما كانش لينا الحظ وين في مقابله الاياب وين عملنا هدف لهدف كنا قادرين نفوزوا بالمقابله، هذا هو مكتوب الله وان شاء الله احنا حنقابلوا فريق كبير غدا ان شاء الله واللاعبين كاع محفزين باش يديروا نتيجه ايجابيه ضد فريق الاهلي.